مرايا الشعر مع سهام الشعشاع على كيو بوست. عليا بنت المهدي هي ابنة المهدي الخليفة العباسي المعروف وأخت الخليفة هارون الرشيد، وقد عرفت أيضاً باسم العباسة، وكتب عنها جورج زيدان رواية معروفة. وإذ كانت أمها ميمونة إحدى أجمل جواري بغداد، فقد اشتراها الخليفة المهدي وأنجبت منه عليا وإبراهيم اللذين أخذا عنها الظرفة وحسن المعشر وعذوبة الصوت. وقد امتلكت عليا إضافة إلى موهبتي الغناء والموسيقى موهبة نظم الشعر، حيث تغنى بقصائدها العديد من المغنين، إضافة إلى ما قامت هي بنفسها بغنائه وتلحينه. وينقل أبو الفرج الأصفهاني عن إسحاق الموصلي رواية مفادها أنها أسمعته في مجلسها غناء شجيا لم يسمع مثله طيلة حياته. ولدت عليا عام 160 للهجرة، وعاشت حياة الترف والدلال ككل أولاد الخلفاء وبناتهم. ولأنها كانت مقبلة على الحياة بكل جوارحها، فقد تعلقت بخادم لها شديد الوسامة اسمه طل، وهي لم تتورع عن مواعدته ولقائه متحدية القيود المرهقة المفروضة عليها. وروي أنها ماتت بطريقة غريبة بعد أن ضمها ابن أخيها المأمون بقوة وخجلت من التملص منه، حتى قضت اختناقاً عام 210 للهجرة. ومن شعرها في خادمها طل الذي سمته درءاً للحرج باسم زينب: علق الفؤاد بزينب وجداً شديداً متعبا، أصبحت من كلفي بها أدعى سقيماً منصبا، ولقد كنيت عن اسمها عمداً لكي لا تغضبا، وجعلت زينب سترة وكتمت أمراً معجبا، قالت وقد عز الوصال ولم أجد لي مذهبا، والله لا نلت المودة أو تنال الكوكبا.